أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، مرحبا بكم الإخوان في فيديو جديد عاوتاني. شوف، بلا ما نبقى كل فيديو نبدا نقول لكم الدراري شكرا على هاد اللعيبه، ولا شكرا على هاد اللعيبه، ولا على لي كومونتير، ولا على لي جيم، ولا على لي فيو، ولا على الناس اللي كيرياكتيو بطريقه زوينه. وهاد كتخليو لي ما نقول، دونك غنسكيبيو هاد القضيه الدراري. شكرا لكم بعدا كاملين. وثاني حاجه الدراري، من بعد ما كانش عندنا غير هاد اللعيبه هادي، الذبابه الحمراء، ولاش عندنا هاد اللعيبه هادي؟ ني جوابش ما عرفتش. الجربوع كانت باسني نحله الاخوان الخميس اللي فات، ادوات النحله، وقالت بس لا خد دب انا خطا مارش، دازت المده ودابا بقى رجعت عاوتاني تتنفخ. شوف ناري الحاله، الدراري عندي بحال شي فيفي ما عليناش. اليوم الدراري الاخوان غادي نعاودو نديرو سميتو ايبيزود جديد الدراري ديال السوبر ماركت. ما نطولوش الدراري في الهضره، ليتس جو. المهم الاخوان، كيف قلت لكم انا نخدم على شي لعيبات في الكوابيس، دونك انا خدمت عليهم الدراري. الحاجه اللي درتها الدراري هي جبنا الدراري السلعه الجديده، ها هي اللي فيها هاد احين اليك نوتيلا، احين اليك نوتيلا، احين. فيها الملح، فيها الدقيق هذا، وفيها السباكيتي، وفيها هاو زيت العود والرز. هذا ما كان الدراري. صباح الخير، صباح الخير يا جدي. لعبه اخرى هي انني كبرت ستوريج الدراري واحد شويه، ياك كبرت ستوريج واحد شويه باش عطاوني هذا الباب هذا، من نبقى ندخل من هنا نيشان. وخديت هاد اللعيبه علاش؟ باش نستفيد فيهم السلعه اللي عندي، وهادو خص ضروري يكونوا عندي الاخوان، باش ملي ناخذ هذاك السيد اللي غادي يستف لي السلعه غادي ياخذ لي دوك لي برودوي من هنا. دونك ضروري خص تكون عندي هاد ديال الطاجيرات، هادو ضروري خصني يكون عندي باش خوني يقدر يهز هاد الكرتونات ويمشي يستفهم بلاصتو. اما الا حطيتهم لي هنا في الارض راه ما غاديش يخدم لي بهم. اول حاجه غادي نديرو غنحلوا هاد النهار هذا، وغادي نعاودو نشوفوا الاخوان هاد اللعيبات اللي ناقصين، ولا اللعيبات اللي زايدين نحطهم نردهم بلاصتو. غنعاود نستفاد الاخوان هاد السلعه هادي اللي كانت بقات لي من الخدمه اللي ضربت قبيله. دونك الاخوان ما بقى لنا والو، نوصلوا ليفل 15، ليفل 15 ما بقى لنا والو، نوصلوا ليه الدراري باش ناخذوا نجيبوا الاخ يدي يعاوننا في تستف ديال السلعه. انا كيبان لي الدراري غنعاود نكوموندي هاد السباغيتي وهاد السباغيتي وهاد الدقيق الاحمر الاحمر. يا بابا يا هاديك. دونك كان شي لعيبه طلعوا لي من الثمن، الدراري واش عايز له الثمن؟ فخوماج طلع لي الثمن، حيد حيد شنو؟ قهوه طاح لها الثمن، اوه قهوه طاح لها الثمن، دونك نقدر ناخذ منه، نزيد ناخذ منه، فرماج ما غناخذش منه دابا وصافي. وانت اللي كدير كان شيط علينا شي لعيبه، ولا بقات تشيط علينا شي حاجه، راه غادي نخليوه في ستوريج. نستفوا السلعه اخوانا وانا معكم. المهم الاخوان، رجعنا من بعد ما استفنا هاد الدقيق هذا وهاد السباغيتي هادي والقهوه، حطيت منها هادوك الجوج اللي كاين هنايا. كنتسناو الدراري دابا النهار يدوز. سماهان كي دايره؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الوالده، كلشي بخير، وهداك كلشي مزيان الله يحفظك. يا جبوت عبد الله، الدراري بوت عبد الله، عرفتي شكون اللي كيهضر معاك؟ الكلب كونونيل اوندرو سكوتس لارمي او ماروك. ولدك راه خدام، عاجبنا الله يحفظه. الله يعاون. ما تشوا مافيوزي الدراري، ولا ضربات تقدم الدراري. راهم السلام عليكم، معكم تشوا مافيوزي، ولا ضربات تقدم ديما تحيه. هما الدراري داروا عقلهم ولو كلبسوا الكلاس. ناري الدراري، خرجت نضرب دورات الدراري حدا المحل، لقيت القوادس الدراري مفرقعين ناري، وطوار الزبل دارهم ليا حدا المحل. شو شو قوادس مفرقعين اصلاحات عاوتاني لهاد الجهه. الدراري خلوني تحملت عاوتاني تحل البروج ديالي، ودار ولي هاد اللعيبات هاد غير هربوا لك ليا نبري هادي ديال الواد الحار وداك الشيء ناري. يا صاحبي ها هو واحد داز زعما دخل المحل عندنا كاع المحل الدراري، والله الا عامر وحق الله. اوه غنقدر نوصلوا للدراري، بغيت نمشي نوصل لديك ليفل 15 الدراري وحق الله. ناري ناري نوتيلا، سالات نوتيلا والسكار،
وزيت العود. وزيت العود ما غناخذوش لحقاش انا سالين. شنو هو الروز والحليب والماء؟ الفرماج غالي ما غناخذوش، دونك الحليب ما عندي ما ندير به دابا. هاي تغير ياك، ما عندي ما ندير به دابا حيت لحقاش ما غاديش نسال. ما غاديش نقد نحط ونخلي عندي داكشي برا. الماء 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 ماشي مشكل، يبقى عندي برا. هاني الدراري حطوا حدا مول المناتيف الاخوان. خي الزين ما تنصوروك لا والو، ما غنصوروك لا والو اخويا. الله يحفظك اخويا الزين، الله يحفظك. عاود من فوالا. هذا شنو هذا؟ الروز. الروز غنحطوه، حط الروز، حط حط حط. الفرماج الدراري ما غناخذوش، واخا ما عنديش نقدر غديه بطول شي لعيب. بو هذا هو الدراري اللي كان عاير في الفيديو اللي فات، جوج منه. تفو على دين امكم الحيوانات. تمرت الاول الدراري، غنتسناو هاد ليك الكيان اللي بقاو هنا يساليو باش يخرجوا، باش نساليو هاد النهار الدراري. وغدا غنعرفوا راسنا عاوتاني شنو خصنا نتقداو وشنو ما خصناش نتقداو، شنو عندنا شنو ما عندناش، وصافي. انا وبعض الله الاخوان هنايا باش غادي نساليو هاد النهار، وغنوجدوا النهار الاخر من بعد. هذاك النهار الاخر هو اللي غنتقداو فيه هاد السلعه كامله اللي خاصنا. ولو كنا وصلنا ليفل 15 ديك الساعه الدراري غنعيطوا على صاحب المهمه الصعبه يجي عندنا باش يبدا يستف لينا اللعيبات. دونك ابو عبد الله هنا تقدر تمشي الاخ ديالي. الدراري ما عندوش رجلين. عندو رجلين ديال، عندو رجلين ديال البغل، عندو رجلين ديال البقر. يمشي وجهو تسيف في الدراري. خي الزين ما تنصوروك لا والو، ما غنصوروك لا والو اخويا. الله يحفظك اخويا الزين، الله يحفظك. عاود من المهم اخوان، رجعنا من بعد نهار اخر عاوتاني الاخوان. اول حاجه قالوا لنا، قالوا لنا سيدي الماء طاح ليه الثمن، دونك هذه 5 5 احنا غنخليو بهذاك الثمن. ما عندنا ما عندنا ما ندير اصلا، كنا حاطين بهذاك الثمن وناقص. دونك زيد هذه القرعه هنا ونرجع هادشي هذا. طيب باقي ما ناضوش لي رجلي. يا دوي انا ماري كنت بلا بعيد. شوفوا هنا شنو كاين، كاين الدقيق ولي بات. صافي كاين الدقيق ولي بات والقهوه. القهوه راهي باقا، الدقيق الزرق هو باقي، ولي بات اللي ما بقاتش غادي ناخذ منها شي كرتونات باش نستفهم بلا ما نتسنى الاخر يجي. فهمتي؟ باش ما نتسناش الاخر يجي باش ما تصيدش. دراري باش ما نضيعوش الوقت غنحلوا الاخ عاوتاني يخدم، وغادي نبداو نتقداو داكشي اللي خاصنا. قلنا اخوان خاصنا السباغيتي، خاصنا الدقيق الاحمر، السكر ديجا عندنا، وخصنا زيت العود، وصافي هادشي اللي خاصنا. وعاد داكشي ديال الثلاجة، دونك خصنا 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 السباغيتي والدقيق الاحمر وزيت العود. السباغيتي الدقيق الاحمر زيت العود. انا غنمشي نستف الاخوان على وعدي وسعدي. المهم الاخوان رجعنا من بعد ما استفنا هاد السباغيتي وهاد الدقيق هذا وهاد زيت العود. دابا غادي نمشيو غادي نتقداو الاخوان البيض والحليب والفرماج. ياك يس، بيض وحليب وفرماج بالزربه. بيض حليب وفين الفرماج؟ رجعنا عاوتاني الدراري من بعد ما استفنا هاد البيض وهاد الحليب وهاد الفرماج. الصراحة الاخوان هادشي عياني، هادشي بقى واش ما تستافد. داكشي علاش خصنا ضروري نوصلوا ايمتى نوصلوا باش نمشيو عند داك الاخ اللي غيعاوننا. المهم الاخوان حطيت هاد العيبات هادي اللي فيها لي بات باش تقرب تخولي لي بات، نحط نعمرها هنايا. وهنا شاط الدراري شي حليبات، شي لعيبات ديال الحليب. ملي تخولي الحليب من هنا غيسالي، غادي غادي نعمر بحليب. والماء حتى هو نفس البلان الدراري اخوان. يا ويحي ما عندك واش ما نختي الدراري باقي ما قال الدراري ما صلحوش ليا تشوف انا غادي الدراري غادي ندير ما صحنا غندو انا غوت والله رب الله واش هاد الحال انا دا صاحبي واش هاد الحال نخلي يدير واد الحار هنا صح. شو هنا وهنايا، شو هنا قادوس اخر الدراري يلا عاوتاني دار مشكله صح. الدراري غيولي عندي الفيران في المحل وغادي نولي نجبد مشاكل مع الكليان. شو شو اصلا شو تروح داير بركاسات وباغا اختي غنغوت ويك وي الدراري ما بقى لنا والو، نوصلوا ليفل 15 الدراري. اوف 14 وا شي شي متعب الدراري الله يتموت. سكار خصني سكار، اين هو السكار؟ وصلنا ليفل 15 الدراري ياس اخيرا.
غادي دابا غادي ناخذ جوج ديال السكر وغناخذ جوج ديال الخبز الا غناخذ ثلاثه ديال السكر وثلاثه ديال الخبز وغادي نستف انا الدراري وحده غنستف وحده وغنخليه هو يستف هذاك الشيء الاخر ما كيمشي اليوم غنخليه غدا ديب غنعمر الاخوان المحل قبل ما يسالي هذا النهار بهذه السلعه اللي خاويه وغادي نسالي لكم الدراري الفيديو هنا الفيديو المره الجايه الحلقه الجايه الدراري غتحضروا معايا كيفاش غادي ناخذوا هذاك الاخ وكيفاش غنغوكريتيو وكيفاش الدراري غيبدأ خدام معنا وكيفاش غادي يستف لينا السلعه اللي اصلا دابا انا كنوجه هذا ليه هنا داك الشيء اللي بغيتو يستف هو الاخوان غنحطوا ليه هنا 2000 years later صافي راسي حطيت شاد الدراري ويطيح هاي والله ما نمشي حطها هنا من على هذا العذاب حطها هنا اخويا حطها لداخل شويه غرق لداخل فوالا بقى على الصف راسي الدراري من على المهم الدراري هادشي كامل تقاد علينا ستوك ديالو وهادشي زوين صراحة عجبني الحال ملي خوات ستوك هادشي كامل باش من غدا اولا في الحلقة الجاية الدراري غادي نعاود نتقدا هاد السلعة كاملة اللي خاوية وشكون اللي غادي يستفها لينا الاخ اللي غادي نقدو ناخدو زعما يخدم معانا الدراري غنتشيكي اول حاجة كيفاش نتفكر كيفاش نقدر ناخد كيفاش نقدر نخدمو هاو دونك الدراري الحلقة الجاية غادي يكون فيها بزاف ما يدار غيكون فيها هاد خونا اللي غادي نخدمو معانا وغادي يكون فيها الدراري غنخدم عاوتاني على انني باش نزيد نوسع المحل لحقاش عندي شي بلانات في راسي باغي نحط سوبر مارشي كيف ما كنشوفو في الريل لايف باغي نحطو الاخوان في الجيم سوا في الديزاين ديالو سوا في كيحطو تاع لي برودوي سوا كلشي المهم كاين بزاف ما يدار الاخوان الحلقة الجاية غادي تكون خطيرة ديال بصح نخليكم الاخوان هنا ما نزيدش نطول عليكم ما تنساوش الاخوان لايك وسبسكرايب ديالكم وكيف ما ديما خليكم على خير تهلاو